واللغة من الدين، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله رب العالمين، إن اللغة من الدين، لأنه إذا كان لا يتم الواجب إلا بشيء فهو واجب، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولا يفهم القرآن العظيم ولا تفهم سنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم باللغات الأعجمية. ولذلك أوجب أهل العلم على كل مسلم أن يتعلم العربية،